خليني ارحب بالاستاذ شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ شادي مساء الخير يا فندم. تنور استاذ عز، تحياتي ليك للاستاذ خادي. اهلا بحضرتك استاذ شادي. طمنا، لانه يعني لازم نحط نفسنا مكان اولياء الامور. هل في حالات كتيره؟ هل اولياء الامور مزودينها ولا نطمنهم ازاي؟ اتفضل. هو الحقيقه استاذ عز يعني في تنسيق كامل ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة منذ اللحظة الأولى يعني لظهور هذه العدوى أو هذا الفيروس يعني. أيوه. وطبعا يعني التنسيق ده بيتم فيه مشاركة كافة المعلومات الخاصة بتصنيف أي مرض أو عدوى. أيوه. وبناء عليه بيتم التجهيز لخطوات أو إجراءات بناء عليها بيتم اتخاذها في المدارس أو في المنشآت التعليمية عامة يعني. طبعا يعني هو يعني في متابعه يوميه ما بين حضراتكم كوزاره التعليم ووزاره الصحه على فكره الحالات، على فكره يعني تنسيق، نخلي الولاد ولا نخليهم يقعدوا في البيت. في تواصل يومي ما بين حضراتكم وما بين وزاره الصحه. بالتاكيد استاذ عز يعني. تمام. بناء على طبعا التنسيق ده يعني كان في توجيهات النهارده اصدرها الدكتور رضا حجازي. ايوه. لمديري المديريات التعليميه على مستوى محافظات الجمهوريه كلها. أيوه. في ضروره التطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع هذا الفيروس أو هذا المرض يعني. اللي هي إيه بقى اللي ولا دي بناءً على تعليمات الصحة أستاذ شادي؟ ده طبعًا ده بناءً على التعاون القائم مع وزارة الصحة والمعلومات المشتركة اللي بيتم إفادتنا بيها من وزارة الصحة. أيوه. والحقيقة التوجيهات الدكتور رضا حجازي يعني تضمنت محورين مهمين النهارده. هو المحور الأول متعلق بتطبيق الإجراءات دليل وزارة الصحة والسكان. والدليل ده يعني ده مش جديد، ولكن هو اجراءات متبعه يمكن قبل كمان ظهور فيروس كورونا. ده دليل موجود وبيتم اتخاذ الخطوات فيه في حاله حدوث اي عدوى او اي مرض بيتم ظهوره داخل المنشآت التعليميه. هل يعني تم رصد عدد كبير في المدارس من اصابات الفيروس الجديد المخلاوي؟ خلينا نقول استاذ عز يعني هو احنا حتى الاجراءات اللي بناخدها دي اجراءات وقائيه طبعا. هي فكره الرصد يعني طبعا في حاله تغيب طالب مثلا لاصابته سواء بدور برد عادي او حتى بالفيروس ده ما بتبقاش واضحه، ولكن احنا بناخد الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي بناء عليها مثلا لو في حاله منتشره طبعا نتيجه تغير الفصول زي ما طبعا اثرت وزاره الصحه والسكان من الفيروس ده نتيجه تغير الفصول يعني مناخيه وان هو زي دور البرد او كده ولكن اعراضه مختلفه شويه. فطبعا دورنا احنا كوزاره التربيه والتعليم ان احنا بناخد الاجراءات بالتنسيق طبعا مع وزاره الصحه. ما انا فاهمه يا فندم. هل جه المكتب سياده الوزير بالتواصل بتاع حضراتكم انه في تلاميذ كتير او طلبه كتير عندهم يعني دور البرد او عندهم الفيروس الجديد ده؟ انا ما اعرفش هو جديد ولا كان موجود قبل كده اللي هو المخلاوي ده. هل في عدد يعني كبير؟ لا مش ما نقدرش نقول عدد كبير استاذ عزه، وما نقدرش أيوه. هو نقول عدد قليل يعني. هو في حاله ان هو منتشر في عدد مثلا من المدارس او عدد من المحافظات بناخد الاجراءات بتاعتنا على طول وبننسق مع الجهات المعنيه المتمثله في وزاره الصحه. والاجراءات دي بتتم كاجراء يعني ده المتوسط يعني الاعداد دي زي كل سنه في دور برد العادي زي كل سنه بالزبط. ولا زياده السنه دي؟ لا محتاجين بس ان نطمن اولياء الامور بالزبط. يعني بالظبط زي كل سنه وما فيش داعي لحاله الخوف او الفزع الخاصه باولياء الامور يعني خالص. هو الاجراءات اللي هيتم تنفيذها في المدارس الاجراءات دي متضمنه عدد من المحاور هيتم يعني التاكيد عليها والتشديد عليها مع مدير المديريات سواء متعلقه بوجود طبيب داخل كل منشاه تعليميه او مدرسه وتوقيع الكشف على الطلاب بشكل دوري وكشف على الحالات ده هيحصل الفتره اللي جايه؟ بالتاكيد من بكره يا فندم. طب هايل. من بكره بنتكلم الكلام ده يا استاذ شادي على مستوى المدارس كلها؟ على مستوى المدارس. توجيهات النهارده معالي الوزير طلعت لكافه المديريات على مستوى المحافظات كلها. طب هايل. وكل انواع المدارس ولا المدارس الحكومه بس ولا الاميري بس ولا التجريبي والخاص وكله؟ هو التوجيهات صدرت في كتاب دوري راح للمديريات التعليميه والمديريات بتوزعها على كافه المدارس سواء الخاصه او الرسميه او طيب يبقى احنا بناء على تشخيص الدكتور اللي هيبقى جوه المدرسه هيتقال اذا كان هو يقعد في البيت او اذا كان ياخد ادويه عاديه ويكمل
مع استخدام الكمامة؟ طبعا تطبيق الاجراءات الاحترازيه هيضم طيب. طبعا يعني استخدام الكمامه، المتابعه المستمره للطلاب، عزل اي حاله مثلا او اي طالب هايل يظهر عليه اعراض هايل المرض. هايل. وكمان يعني حتى ملاحظه كمان الطلاب في الطابور الصباحي، حتى الطابور كمان هيتم فيه تاكيد على ملاحظه الطلاب في حاله وجود طالب مصاب بحاله احياء او حاجه، تمام يتم عزله وتوقيع الكشف عليه ويتم ابلاغ ولي الامر. يعني تمام الموضوع يعني هيتم التيسير على الطلاب بشكل كبير. يعني ده أول تصريح من التعليم بشكل رسمي على كمية الحالات، وعلى من بكرة اللي هيبدأ في المدارس من وجود طبيب متخصص للكشف على الولاد والكشف على كل الطلبة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ شادي.